النهارده هناخد التقدير. طبعا في درس اسمه التقدير ودرس اسمه التقرير. النهارده هناخد التقدير. يعني ايه التقدير؟ اول حاجه خالص احنا بنبص على حاله العشرات. بنبص على حاله الايه؟ العشرات. طبعا هنا العشرات بكام؟ ب40. اول رقم في التقدير اول رقم بينزل صفر. في التقدير اول رقم بينزل ايه؟ بينزل صفر. طيب ثاني رقم بينزل زي ما هو. يعني ايه يا مس؟ لما اقول لك مثلا 32 تقديرها كام؟ اول رقم كام؟ احنا قلنا اول رقم بينزل ايه؟ بينزل صفر. طيب ثاني رقم بينزل زي ما هو. الثلاثة ايه؟ يبقى تقديرها كام؟ 30. طبعا 3 في العشرات بكام؟ ب30. ممكن نقولها كده، ممكن نقول 3 في العشرات ب30. خلاص؟ طيب لما اقول لك مثلا 67 تقديرها كام؟ السبعة بتنزل ايه؟ صفر. والستة زي ما هي. طبعا لو بصينا هنا في حالة العشرات بكام؟ ستة. ممكن نقوله ايه؟ تقديرها 60. احنا بنبص على حالة العشرات. لو قلنا مثلا 45 حالة العشرات بكام؟ 4. 4 في العشرات بكام؟ 40. يبقى تقديرها 40. طبعا التقدير بيبقى 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90. طيب لو في المئات بيبقى 100 200 300 400 500 600 700 800 900. يعني لو في مثلا رقم مكون من ثلاث عدد مكون من ثلاث ارقام زي مثلا 524 وعايزنا نقدره، بنبص على الحالة طبعا المئات. المئات بكام؟ 5. 5 في المئات بكام؟ 500. بس هو ده التقدير، سهل جدا. بنبص على اخر حاجة، لو العشرات بنكتبها عشرات. لو المئات بنزود صفرين، أول رقم بينزل صفرين وتالت رقم بينزل زي ما هو. طيب عندكم هنا في المسألة ممكن يجيبها لنا جمع عادي، 43 زائد 42. ده بنقدرها ازاي؟ بنبص على الرقم ده. ده تقديره كام؟ ده تقديره كام؟ 43. 4. احنا قلنا أول رقم بينزل صفر. يبقى إيه؟ 40. وال 4 زي ما هي. بنبص على العشرات يا سنة تانية. 4 في العشرات بكام؟ 40. طيب هنا 42 تقديرها كام؟ 4. 4. تقدير 4؟ لا. 4 في العشرات بكام؟ 8. 4 في العشرات؟ 40. يبقى 40. 40 و40 كام؟ 80. يبقى 80. طيب هنا أول رقم 23 تقديره كام؟ 20. طيب 58 تقديره كام؟ 50. طيب 50 و20؟ 70. طيب هنا 51 ناقص 24، طبعا ده 50. 50 ناقص 20 كام؟ 30. طيب 67 ده تقديره؟ 60. وده تقديره؟ 20. 60 و20 كام؟ 80. طيب ده تقديره كام؟ 30. وده كام؟ 20. يبقى 50. طيب ده تقديره كام؟ 60 ناقص 30 كام؟ 30. عرفنا التقدير؟ احنا بننزل اول رقم بينزل صفر، ثاني رقم بينزل ايه؟ بينزل زي ما هو. خلاص؟